أجمل تحية يا أعزائي، أقدم التوقعات الفلكية لمولد الأبراج ابتداء من يوم السبت المصادف للسادس عشر من أبريل نيسان إلى الجمعة 22 من نفس الشهر. أعزائي، سنستعرض بعجالة الخارطة الفلكية للأسبوع القادم وتواجد الكواكب في المجاميع النجمية. بلوتو ما زال في العشرية الثالثة من مجموعة الجدي الترابية، وزحل الساتورن في العشرية الثالثة أيضا من مجموعة الدلو الهوائية. في مجموعة الحوت المائية نشوف كوكب المريخ في المجموعة أو في العشرية الأولى، في بداية العشرية الأولى، كوكب الزهرة في العشرية الثانية، وكوكب نبتون في العشرية الثالثة أو بداية العشرية الثالثة، يعمل اقتران فوق الوسط مع كوكب جوبيتير في نهاية العشرية الثالثة. في مجموعة الثور الترابية يتواجد كوكب أورانوس في بداية العشرية الثانية، وكوكب عطارد في العشرية الثانية، يعمل اقتران على درجة فوق الوسط بينهما. أشعة الشمس في مجموعة الحمل النارية، طبعا أهم التحولات الفلكية هو انتقال أشعة الشمس صباح الخميس إلى مجموعة الثور الترابية، مما يدخل مواليد الحمل بفترة خلو مسار تستمر حتى 10:03 من صباح الجمعة. نتوقع هزة أرضية. الأبراج اللي راح ترتفع في الأسبوع القادم مقارنة بهذا الأسبوع: الميزان، الدلو، الحوت، الدجاجة والعنزة. والأبراج اللي ستواجه انخفاضات في الأسبوع القادم مقارنة بالأسبوع الحالي: الجوزاء، السرطان، العذراء والبقرة. حركة القمر يوم السبت في نهاية مجموعة الميزان الترابية، الأحد والاثنين في مجموعة العقرب المائية، الثلاثاء والأربعاء القمر في مجموعة القوس النارية، والخميس والجمعة يتواجد القمر في مجموعة الجدي الترابية. أعزائي، حركة القمر حركة تقريبية، يعني نحن نتحدث عن حركة تقريبية بالأيام، ما نتحدث عن الساعات والدقائق. نحذر من القيام بمبادرة مهمة يومي الأحد والاثنين، والمبادرة المهمة هي كان يكون عقد قران، عقد ليلة دخلة، عملية جراحية، مشروع مهم، يعني مبادرة ذات أهمية. الصدارة إلى مواد القوس مع ارتفاع إلى كل من الدلو، الأسد والحوت، وانخفاض إلى أبراج السرطان، الجدي والعذراء. بداية الأسبوع ترتفع مؤشرات الميزان، وسط الأسبوع ترتفع مؤشرات العقرب وتنخفض مؤشرات الجوزاء، وفي نهاية الأسبوع ترتفع مؤشرات الثور وتنخفض مؤشرات الحمل. الحمل تزداد إنفاقاته وله نجمة واحدة. الثور يسمع خبر سار وله 3 نجوم. الجوزاء ينزعج لأتفه الأسباب وله 2. السرطان مبعثر الأفكار وله 1. الأسد يوطد علاقته بالحبيب وله 4 نجوم. العذراء عليه الحذر من مخاطر الطريق وله 2. الميزان في شباك الغرام وله 5 نجوم. العقرب يستفيد ماليا وله 4 نجوم. القوس قمة في النشاط والحيوية وله 5 نجوم. الجدي عليه الاهتمام بصحته وله 1. والدلو عليه لقاء مميز 3 نجوم. والحوت يسعد بصحبة الأحبة وله 3 نجوم. العنزة الصيني يحقق انتصاره وله 5 نجوم. الدجاجة تتسلط عليه الأضواء وله 3 نجوم. الفأر ينتظر مفاجأة 3 نجوم. البقرة في عالم الأوهام وله 1. السنجاب الهندي يغير مكان إقامته وله 4 نجوم. الذئب يختلف مع الأهل وله 1. وأخيرا مولود برج شجرة التين الدرويدي خطوة إلى الأمام وله 3 نجوم. أفضل الأبراج العنزة القوس، وأسوأ الأبراج البقرة الحمل في العشرية الأولى. ملك الأسبوع راح يكون مولود الثلاثاء 19 من أبريل نيسان. معلومات أكثر عن الأبراج الصينية والهندية والدرويدية بالإمكان الدخول على موقعي الإلكتروني paroscopa.de والمتواجد في صندوق الوصف. أعزائي، لا تنسون يوم غد الخميس راح يكون موعدنا مع بث مباشر 11 ليلا و45 دقيقة بتوقيت بغداد، يصادف 9:45 ليلا بتوقيت غرينتش.
راح يكون موضوعنا بالبداية عن الأحجار الكريمة، فوائدها وأهميتها من الجانب العضوي والنفسي والروحي، وبعدين راح نفتح باب الأسئلة للأشخاص اللي يحبون أن يتواصلون عن طريق الواتساب فقط على التليفون على الرقم أو الخط 0772108120 من داخل العراق، ومن خارج العراق 00964 7721 0810. البث راح يكون من خلال صفحة الفيسبوك، بمجرد أن ندخل بالفيسبوك نكتب الفلك الروحاني سينما تظهر الصفحة مع اللوجو. بمجرد عمل لايك راح يكون بالإمكان أيضا الكتابة والتعليق. تحياتي وتقبل وفاق مودتي، هذه أحلى وأجمل وأنقى روزة.